تعال يا سلطان. تفتح الحرب الأبواب الآمنة دون إذن. حين يخرج الساكنون من بين أنقاض منازلهم ترتسم على ملامحهم تلك النظرة المملوءة برعب بضع لحظات قضوها مطلين برؤوسهم نحو الموت قبل أن تكتب لهم حياة أخرى للمقاومة. طبعا الصاروخ جاء السقف، الشظايا انطلقت على طول من السقف للأرض. أنا ما عرفتش الصراحة، أول ما هو الخطوة أخذت نفسي من الطاقة على طول الأرض. هنا في قرية الأكاحلة بمديرية المقاطرة القريبة من هيجة العبد، تحديدا في منزل عبد الحكيم الأكحلي، سقط صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع أثناء تمركزها في قرية الأحكوم قبل أن تعود المقاومة للسيطرة عليها من جديد. بعد كل خسارة على الأرض تمارس الميليشيا طقوسها الخاصة في الانتقام بقصفها العشوائي بمختلف الأسلحة على منازل المواطنين. يعممون طريقتهم هذه حتى على تلك الأماكن في القرى البعيدة عن الحرب، أو هكذا كانت قبل وصول الميليشيا إليها. القرى التي كانت ملجأً آمناً يهرب إليه المدنيون عند اشتداد المعارك طالتها يد الحرب أيضاً، فمن كان يظن أن تصل قذائف الميليشيا إلى هنا. لكن الحرب في ظروفها وطبيعتها القاسية لا تهتم بمن يقف في طريقها إن كانوا مدنيين أو مقاتلين أو آمنين في منازلهم.